السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. ألف وتسعمية وستة وثلاثين، هاد العام بالضبط غادي يغير المسار ديال حياة جدي، وغادي ينتقل من أحضان والديه وغادي يدخل الخيرية من بعد ما ماتوا والديه بجوج. وحيد جدي ما كان عنده حتى شي حد، فالحل الوحيد اللي بقى قدامهم هو الخيرية، ولكن ما غيطولش فيها بزاف، حيت موراها بالضبط بسبع شهور غادي يجي واحد الراجل باش يديه من الخيرية على أساس هو عمه، وتماك حياته غتتبدل. هاد القصة ديال جدي وغادي نعاودها بلسانه، وهادشي على حساب ما عاودو ليا وكاع المعلومات اللي جمعت من عند الوالد ومن عند عمامي اللي كانوا شاهدين على داكشي اللي طرا لجدي، واللي اعترف ليهم بكلشي قبل ما يموت. نبداو قصتنا. سميتي حسن. نهار عقلت على راسي وانا عايش مع عمي، عمي اللي جداني من الخيرية وانا عندي 6 سنين. فديك الوقيته ما كنتش كنفرق ما بين الخير والشر، كنت باغي حتى انا غير عائلة اللي نعيش معاها ونخرج من ديك الخيرية اللي كانت عامرة بالحقرة. عمي اللي كان ساكن بوحده في واحد الخربة كانت كلها بالسيمة. ديك الوقيته كانوا الناس فقراء، حيت كانت مازال تداعيات الأزمة الاقتصادية اللي طرات في 1929. كان أقل كان ساكن حدانا واحد اليهودي، وكان كيجي ديما لعند عمي وكيبقاو يهضروا في الدار. الدار ديال عمي كانت عامرة بالكتب، وماشي غير هادشي، شي رموز، طلاسيم، شمع، وبزاف الحوايج اللي كيدلو بلي عمي ساحر، وماشي أي سحار، سحار اللي متمكن. هداك اليهودي فيما كان كيجي كيبقى حاطيني. واحد المرة كان معشي معانا، انا كنت هاز الموس ما عقلتش شنو كنت باغي نقطع، حتى ضربت يدي وسال الدم. داك اليهودي ملي شاف الدم ديال يدي بدا كيترعد، وصدمني كثر من اللي شد لي يدي وبدا كيمص داك الدم، وشفتو حتى هز راسو في عمي وبداو كيضحكوا بيناتهم. مع الاسف داكشي اللي كنت نتسناه من عمي وقع العكس ديالو. كان ديما كيحملني شي حوايج فوق السن ديالي وكيسخرني لشي بلايص بعاد، وما كنفهمش علاش. ومن بين البلايص اللي كان كيصيفطني ليهم واحد الحانوت اللي كان في وسط المدينة وكان بعيد علينا بزاف، كان تقريبا خاصني شي ساعة ديال الطريق باش نوصل لعندو، وجال داخل بزاف، كنت بزز باش كنلقاه. داك الراجل ما كانش مغربي، ما عرفتش الاصل ديالو منين، ولكن كان كيتقن الدارجة. ما نساش اول مرة دخلت عندو للمحل، ما كيدخلش اي واحد، كيوقفك في الباب ويسولك شكون اللي مصيفطك وشنو باغي. مع دخلت كانت صدم، قنفود معلق، بومة، حرباء، خفاش، وعاد شي قراعي عامرين بالدم، وشي حوايج اخرين اللي ما فهمتهمش. انا بقيت غير حال فمي في داك الشي، حتى من العظام والسنان ديال الحيوانات كيبيعوا. المشكلة انه الناس كيجيو لعندو من بدون اخرين باش يشريو داك الشي وبثمن اللي غالي. في الاول استغربت من المحل، ولكن من بعد غادي نولف، حيت هذيك البلاصة غتولي العالم ديالي. اللي دخلني وسولني شنو بغيت، قلت ليه الصخرة اللي وصاك عليها عمي المحجوب. بقى كيضحك وقال لي وعلاش مصيفطك نتايا، ما عرفت باش نجاوبه، بقيت غير ساكت. خد قرعة من دوك القراعي وبدا كيعمر ليا، كان عقل كان كيعبر بالمعلقة، عطاني تقريبا شي 3 ولا 4 المعالق. من بعد خدا من دوك السنان والعظومة ولواهم ليا بوحدو، خدا واحد الميكاك حلو ودار ليا فيها كاع داكشي وقال لي رد ليه البال. قلت ليه صافي كون هاني. المهم خلصتو وعطيتو فلوس صحيحة كنعقل. وانا خارج تلاقيت مع داك اليهودي، جات عيني في عينيه وكان كيخلعني صراحة. كنت كنحس بيه ناوي الغدر، وانا من صغري كانت عندي هاد الميزة، غير نشوف الواحد كنعرفو علياش ناوي، وكنعرف الداخل ديالو واش زوين ولا لا. المهم سلمت عليه وزدت في حالي، دار وبقى كيشوف فيا وانا غادي. مشيت ديت لعمي ديك الصخرة، كنت كنشوفو كل ليلة وهو كيمارس دوك الطقوس ديالو،
كيدير العزائم وكيرسم دوك الطلاسم، كان كيهضر بوحدو، وبعض المرات كنسمع شي اصوات معاه، اصوات اللي ما كنعرفهمش منين جايين. في الليل ملي كنت كنعس كنت كنحس ديما بشي واحد واقف حدايا، ومشي غير واحد بزاف. واحد المره كان عقل ضربتني الفيقه في الليل، ما سمعتش الحس ديال عمي حيت كان موالف كيسهر في الليل. خرجت من البيت وتميت غادي جهه الطواليط، حتى كتبان ليا شي حاجه كتحرك حدا الباب، مع كنشوف وكنحقق فيها كتبان ليا واحد المراه متكيه قدام الباب، كتبان بحال دوك العيالات اللي كيكونوا متشردين في الزنقه. انا تخلعت ورجعت دخلت البيت وسديت عليا وكلي كنترعد، حتى عمي ما عرفتوش فينا هو. ومن ديك الليله غنبدا نشوف ونسمع بزاف الحوايج. كنعقل كان عندي واحد الكوان في البيت اللي كنعس فيه، كان كيحط فيه عمي الكتوبه وداكشي القديم ديالو. تقريبا في كل ليله وخصوصا في الليله ديال الاربع كنت كنسمع الدقان جاي من داك الكوان، وبحال شي واحد كيهز الباب ديالو وباغي يخرج منه. مابقيتش كنرتاح في نعاسي، وليت ديما كنحلم بشي حوايج كيخلعو، وماشي غير كنحلم كنحس بهم حتى في الواقع. بقيت على داك الحال وفي ديك الوضعيه حتى كملت 12 عام وانا مع عمي. وفي هاد الفتره بالضبط غادي نتحولوا من داك الدار اللي كنا فيها. وفين غنوليو ساكنين؟ غنوليو ساكنين في داك المحل اللي كنت كنجيب منه الجلد لعمي. ما فهمتش داك الراجل شنو وقع ليه وفين مشى، ولا عمي شنو دار باش خدا ليه المحل، ولكن كنت عارف بلي داك اليهودي عنده يد في هاد الشي. المهم خدينا ديك الدار كامله، لتحت كاين المحل والفوق كاينين واحد جوج بيوت، وهما فين ولينا كنعسو. من بعد ما تحولنا لتماك الرعب غادي يزيد، وليت ديما في الليل كنشوف كلاب حنوشة وعقارب كيتساراو في الدار، كيدوزو هكاك من قدامي، وفي لحظة وحدة كيغبرو. داك المحل بحال ديما كان عامر، وكنا كنبيعو بزاف، عمي كيبيع بالثمن اللي بغا، ما كيتشاطرش معاهم، يا إما يعطيو الثمن اللي قال ليهم يا إما يمشيو في حالو. وأصلا ديك السلعة كانت قليلة، وعمي بوحدو اللي كان تقريبا كيبيعها في المدينة. كانوا كيجيو عندو عيالات رجال ناس كبار في السن، سحارة مشعويدين شوافات، مهم كاع الأنواع ديال الناس شفتهم. عمي ما بقاش مقنعو غير داك المحل، ولا بغا يكبر التجارة ديالو ويبدا يسحر ويتاجر في هادشي. ولات فيما كتجي لعندو شي وحدة كيقول ليها بلي نقدر نعاونك، مثلا شي وحده باغا ترجع شي واحد، اولا شي وحده باغا تسحر لصاحبتها. عمي كان متخصص في هادشي ديال الاعمال السفليه الخايبه، وكيحطوا ليه الناس فلوس صحيحه باش ياديو ناس اخرين. كنت كنحس بلي عمي ما متمكنش لديك الدرجه، حيت شحال من مره كان كيصيفطني باش نجيب ليه الاخبار ديال الناس اللي كيجيو لعندو، ومني كيعرض عليهم ديك الهضره اللي قلت ليه كيتصدموا وما كيفهموش كيفاش عرف، وكيتيقوا بيه وكيصدقوا حاطين فلوس كتار. كنعقل واحد المرأة كانت جات لعند عمي وكلها مغطية، ما بغاش تبين وجهها. تصوروا معايا حطات ليه الذهب ديالها كامل، ولكن واخا هكاك قال لي راه ما كافيش، قالت لي غير يتقضى لي الغراض ونزيدك. هاد المرأة هادي باينة كانت بغية شي حاجة اللي خايبة بزاف، حيت عمي طلب مني باش نخرج، وهادي أول مرة غيطلب مني هادشي. المهم خرجت وخليتهم. اللي كانت خارجة من عند عمي رجعت لتابها. هاد المرأة بقى صغيرة تكون في العشرينات. دخلت لعندو وسولتو شنو بغات، ولكن ما جاوبنيش. قال لي هاد الليلة هادي ما غنباتش في الدار، عرفت بلي غيمشي يقضي لها الغراض ديالها في شي خلا ولا في شي مقبرة. وفي ديك الليلة بالضبط وانا ناعس بحال شي ضو ضرب ليا في بيتي، وسمعت غير واحد الصوت كيقول لي ما تمشيش في هاد الطريق. كنت ما بين النعاس والفياق، فقت في ديك اللحظة كيبان لي الشرجم محلول، وخا انا كنت سادو. ملي جيت نسدو وانا نلقى واحد الحمامة قدام الشرجم كان لونها ابيض، بغيت نشدها وندخلها لداخل وهي طير. شديت الشرجم ورجعت نعست. ديك الحلمة ما عمرني غنساها، وكون غير درت بيها. الغد لي عمي رجع معطل، رجع كامل مغبر بحال تقول ما عرف فين كان. ديك العشية بالضبط غتجي عندو ديك المرأة، عطاها شي حوايج باش ديرو، وقال لها راه الغرض ديالك اعتبريه تقضى. عطاها داكشي اللي خصها تتبع، وقال لها راه غيبقى يدبال نهار على نهار. انا من خلال الهضره ديالهم فهمت بلي باغا دير شي حاجه لراجلها، وماشي شي حاجه عاديه،
حيت عمي ما كيجيش وكيخوي الدار، باينه غتكون باغا تصفيها عليه. كان عندي الفضول بزاف باش نعرف شنو كيدير عمي، وكانوا عندي بزاف الاسئله كيدوروا في راسي، ولكن عمي ما عمره ما جاوبني حتى من ديك الكتوبه اللي عنده مانع عليا نقاسم ولا نقرب ليهم، حتى من بيته ما كندخلش ليه. كنا كنتلاقاو غير في الطبلات الماكله ولا في المحل اللي لتحت. واحد المره كان داك اليهودي معانا في المحل وعمي ما كانش، كنت غير انا وياه. شويه حتى جا واحد الراجل وقال لي فين هو مول المحل. سولو اليهودي علاش بغيتي، قال لي راه عندي ليه شي حاجه بغيتو يشريها من عندي. قرب ليه وقال لي شنو هي، شنو هي هاد الحاجه؟ قال لي راه عندي الزئبق الاحمر وانت عارف شحال ساوي وشحال مطلوب عندكم. اليهودي قال لي بشحال باغي تبيعو، وقال لي واحد الثمن اللي كبير بزاف، ولكن حسيت باليهودي باغي بصح يشريه حيت اصلا كان لاباس عليه. مع جات عينيا في عينين داك الراجل حسيت بيه تخلع مني ورجع باللور. قلت لداك اليهودي راه غير كيكذب عليك، هذا غير نصاب وبغى يديلك فلوسك. قال لي ولكن كيفاش عرفتيها؟ قلت لي المهم انا قلت لك اللي عندي، لا بغيتي تثق بيا تيق، ما بغيتيش تشري من عنده وغادي تشوف. داك الراجل بحال تخلع من هضرتي ومشى في حاله. اليهودي قال لي وتبارك الله عليك ما نخافش عليك. المهم مشى في حاله وخلاني انا مقابل المحل. رجع عمي وبدا كيتحاسب معايا على داكشي اللي بعت. كان كيخصني نقول ليه داكشي بالتدقيق حيت حتى شي ريال ما كيفلت ليه، واصلا ما كانش كيعطيني الفلوس. جا عندنا داك اليهودي وقال لي حسن بغيت نعطيك شي حاجه. انا بقيت غير كنشوف في عمي وحتى هو تصدم. حل واحد المنديل وجبد منه خاتم وقال لي هذا ديالك، راه مروحن ومحصن وفي العاده كيتباع بثمن غالي، ولكن تستاهلو حيت انت اللي عتقتيني قبيله من داك النصاب. عمي ما عجبوش الحال واصلا ما فهمش شنو واقع. عاود لي اليهودي القضيه كامله اللي طرات، ولكن ملي مشى عمي بقى كيغوت عليا وقال لي دخل سوق راسك وبعد منه، انا كنخليك هنا باش تخدم ماشي باش تجمع عليا. المهم بصراحه داك الخاتم عجبني بزاف، وملي درتو وليت كنحس بشي حاجه مختلفه معايا، بحال القوه ديالي تزادت وليت كنحس براسي محمي، وحتى دوك الاحلام الخايبه اللي كنت كنشوف ما بقاوش. المهم دازت تقريبا شي 4 سنين وعمي باقي على داك الحال وكيتاجر في داك الشي. اي واحد جا لعندو كيحط فلوس صحيحه وكيلبي لي عمي الغرض ديالو، ولكن من بعد غيوليو يجيو عندو شي ناس اللي كبار ومهمين في البلاد وغيوليو يطلبوا منو شي حوايج اللي فوق الاستطاعه ديالو. عمي تشاور مع داك اليهودي ونصحو باش يدير شي عهد جديد، يعني يدير عهد مع الجن، وهاد المرة يكون قوى من العهد اللي فات. المهم قال لي راه خصك تخلوى مع راسك باش هادشي يصدق ليك. صافي من موراها بواحد السيمانة قال لي عمي بلي غنبقى مع اليهودي، وقال لي في نفس الوقت نقابل ليه المحل حيت هو غادي يغبر عنده شي خدمة. عمي ما كانش كيبغي يدخلني في التفاصيل ديال حياته، ولكن انا كنت ديما كنتصنت عليه ملي كيكون كيهضر. مشى عمي وبقيت انا عايش مع داك اليهودي اللي كانت عنده واحد البنت آية في الجمال. هاد البنت هادي كانت عايشة مع امها حيت تفارقات هي واليهودي، ولكن من بعد ما ماتت امها رجعت تعيش معاه. كانت زوينة بزاف، اول مرة غنحس براسي من جاذب لشي بنت. كانت هي كتنعس الفوق وانا واليهودي كننعسو في الدار التحتانية. كانت ديما كطيب وكتهبط لينا الماكلة، وبصراحة الماكلة ديالها بنينة. اللي لاحظت هو داك اليهودي كان مختلف على عمي، بالعكس الا كان كيدير شي حاجة كيعيط ليا ونجلس حداه وكيبدا يشرح ليا، وعطاني حتى شي كتوبه وقال لي قراهم وتثقف راسك. واول مره غادي نسمع شي واحد كيقول لي بلي انا زهري. بدا كيعلمني على الجن، كيقول لي الانواع ديالهم بلي كاينين العلويين والسفليين، كيقول لي الدرجات ديالهم والايام ديالهم حيت كل واحد فيهم كيحكم في نهار. في دوك الايام القليله اللي بقيت معاه تعلمت شي حوايج لما كنتش معلمهم مع عمي في ديك السنين كاملة اللي عشت معاه. داك اليهودي هو اللي غيخليني نعشق هاد المجال. واحد النهار قال لي انا بغيتك تفعل الزهرية ديالك. قلت لي ولكن كيفاش؟ قال لي في العادة كتاخد سنين كيف ما طرى مع عمك، حيت بقى غادي بدرجة بدرجة، ولكن كيف ما كتشوف راه ما متمكنش. اما انت انا بغيتك توصل داغي، بغيتك تتجاوز كاع دوك المراحل اللي داز منهم عمك، عندي لك واحد الطريقه.
كاينين شي تعازيم اللي خصك تبقى تقوله وتقولهم اللي تكون في الخلوه ديالك، ولكن اولا غادي ندير واحد الطقوس وواحد الطلسم اللي غيخلي هاد العمليه تسرع اكثر. انا بديك الساعه ما كنت فاهم والو، واخا كان عندي شويه الخوف والشك، ولكن ثقت فيه، خصوصا ملي بدا كيدوي لي على القدرات ديالي وداكشي اللي نقدر نولي ندير، وبلي غيوليو عندي خدام من الجن ونقدر كاع نتفوق على عمي. انا اصلا ما كنتش كنفكر نتنافس مع عمي، كنت باغي غير نجرب وصافي. المهم دخلني البيت وداك اليهودي وبدا كيدير دوك الطقوس، رسم داك الطلسم في واحد الورقه بيضه، وفي القناه ديال الورقه كتب سميتي وسميت الوالده ديالي. بدا كيدير شي عمليه حسابيه، حتى قال لي بلي لقى الرقم الروحي ديالي وكتبو حتى هو في ديك الورقه. من بعد قال لي بلي خصني نجرح يدي ونقطر من الدم ديالي، حيت هادشي مطلوب بزاف عندهم، خصوصا ان دمي حلو وهما بالنسبه ليهم هاد النوع ديال الدم بحال الكنز. المهم غير قطرت الدم ديالي كنحس براسي تهزيت من الارض، وبحال ما بقيتش في داك البيت وليت في بلاصه اخرى. كيبانوا ليا شي وجوه ما عمرني ما شفتهم، شي وجوه جداد وغراب عليا، شي اصوات في شكل ما هما د حيوانات ما هما ديال بنادم. بديت كلي كنترعد، اول مره غطرى معايا شي تجربه بحال هادي، وصافي تماك طحت وغيبت. ملي فقت لقيت اليهودي عند راسي وهو كيضحك وقال لي راه تفعلات لك الزهريه ديالك، ولكن راه باقا لك خطوه واحده، هو انك دير الخلوه، غتختالي مع راسك لمده 7 ايام اولا 21 يوم ولا 40 يوم على حسب الدرجه اللي انت باغي. وفي هذه الفتره هذه ما خصكش تاكل حتى شي حاجه مالحه وحتى شي حاجه اللي فيها الروح. قال لي غتولي تاكل الخبز مسوس والزيت البلديه والتمر وتشرب الماء، هادشي اللي عطاني. قلت لي ولكن عمي شنو غندير معاه؟ قال لي هادي طريقك ونسى عمك دابا، حيت حتى هو كون طاح في هادشي كان غيتخلى عليك. كمل في هالطريق الا بغيتي توصل، حيت الا عولتي على عمك غتبقى تماك، ما عمرو ما غيقول لك شي حاجه. المهم صيفطني لواحد الدوار بعيد بزاف على فين كنا حنايا، وقال لي بلي عنده واحد الخربه تماك ونقدر نبقى فيها. اصلا ديك البلاصه كانت خاويه وقلال الناس فيها، قليل فين تشوف شي بنادم دايز من تماك. المهم دخلت في ديك الخلوه مع راسي وعطاني التعازيم والاوراد اللي خصني نقول، كانوا شي اسماء في شكل ما عمرني ما سمعت بيهم. المهم نهار الاول ما طرا والو، داز عادي، والنهار الثاني كذلك. النهار الثالث بديت كنشوف شي خيالات وكنت كنسمع شي اصوات ديال شي بنات كيعيطوا ليا، ولكن كنت كنكمل حيت داك اليهودي وصاني باش ما نقطعش الخلوه ديالي اشنو ما وقع. في النهار السابع بالضبط غادي طرا واحد الحاجه غريبه، وانا في الخلوه ديالي كندير دوك التعازيم حتى تحل الباب بزربه واحد القوه اللي ما يمكنش. انا جفلت في ديك اللحظه وقلبي بدا كيضرب، وقف قدامي واحد الراجل ما قدرتش نفرز وجهه مزيان، كان لابس كامل سلهام كحل. قال لي كمل، ما قدرتش حتى نهز فيه الراس، كانت عنده واحد الهيبه اللي بزاف. قلبي كان كيترعد حيت كانت هذيك اول مره غنشوف الجن قدامي. في ديك اللحظه الباب عاود تسد وداك الراجل غبر بحال كنت غير كنحلم. المهم عرفت بلي هذه اشاره بلي هما حضروا معايا، وعرفت بلي باغي ليا مازال نكمل، بغاو يعطيوني شي درجه اللي كبر من هذه. بقيت مكمل في داكشي، كناكل غير داكشي اللي وصاني عليه اليهودي. كنحس براسي ضعفيت بزاف في الوزن، ولكن القوه الروحانيه ديالي غادا وكتكبر. في النهار الخمسطاش على ما كنعقل كنت ما بين النعاس والفياق، وعاوتاني ضرب نفس الضوء اللي كنت شفته في دار عمي، داك الضوء الابيض اللي كيجيني وكيهضر معايا من مورا الحجاب. وهاد المره سمعتو كيقول لي علاش درتي هكا، كيقولها بواحد الصوت اللي رعدني وفيقني من نعاسي. كنت كنترعد بزاف ومخلوع، شعلت واحد الشمعه حتى كتبان لي حمامه بيضاء ميته حدايا. تفكرت الحمامه اللي كنت شفتها في دار عمي من مورا ما سمعت نفس هاد الصوت، وما فهمت والو في ديك الوقيته. من بعد غنعرف بلي هذاك جن طيب كان معايا ورثته من الام ديالي، ولكن مع الاسف مات، والسبب في هادشي كامل هو انا، حيت درت خلوه مع جن اللي سفلي وبديت في العهد معاهم.
ديك المده كامله اللي بقيت بها تماك كنت كنحس نهار على نهار بلي الشر ديالي كيزيد وكياكل مني. حتى داك الخاتم اللي كان عاطيني اليهودي واللي كنت دايره في صبعي لقيته مهرس، الحجره اللي كانت فيه مشقوقه. فهاد المده كامله ما كنتش كندوش، داكشي اللي خلى فيا ريحه خايبه بزاف. الماء اللي كان عندي تسالى وكنت كنتسنى حتى الليل وكنخرج نجيبه من واحد الواد. الليله 21 واللي كانت هي الليله الاخرى كنت جالس حتى وقفوا عليا ثلاثه، وكنت كنحس بواحد الضغط كبير في داك البيت. قلبي تزير عليا، ما كانش مسموح ليا نشوف ليهم في وجههم، كنت كنشوف غير في حوايجهم، وحتى رجليهم ما كانوش كيبانوا من الهيئه ديالهم، كيبانوا من الحكام السفليين. قالوا لي غنعطوك اي حاجه بغيتي وبالمقابل انني ننشر السحر ونولي نتعامل معاهم، ندير لهم الطقوس ديالهم وحتى الذبائح اللي كيبغيو، يعني القرابين. المهم داك النهار بالضبط سالت الخلوه ديالي ورجعت في حالاتي. كنت غادي في الطريق وكنحس بكل شي كيشوف فيا. ملي رجعت لقيت عمي منوض عليا القيامه وكيقلب، وحتى من اليهودي سولوا عليا وقال ليه بلي ما عرفنيش فين مشيت، غير شافني بحال لسانو تعقد ما قدرش يغوت عليا ولا يهز صوته. عرف بلي شي حاجه تبدلات فيا، عرف بلي انا ما بقيتش حاسه اللي كنت. قال لي شحال وانا مبعدك على هادشي، علاش مشيتي درتيه؟ قلت لي حتى لين كنت غنبقى مخبي، كان ضروري غيجي هاد النهار وليك ما خايف مني ناخذ لك بلاصتك. قال لي انت راك ما فاهم والو، مشيتي درتي يدك في الدو وتجاوزتي حدودك، هادشي راه قوى منك ومني، راه غادي تأدي راسك، ما تسوقتش ليه. مشيت عند اليهودي اللي وليت عايش معاه، ومن تماك بدات المسيره ديالي. كاع الناس اللي كانوا كيمشيو لعند عمي ولاو كيجيو لعندي انا، وليت معروف بزاف كتر منه. هو تعادى مع اليهودي وما بقاوش كيتحاملوا، وبحكم ان داك اليهودي كانت عنده السلطه نصد ليه الحانوت اللي كان فيه. عمي ما قدر لا عليا ولا على اليهودي، وقرر انه يبعد، خصوصا انه حتى شي واحد ما بقى كيمشي لعنده، وطيحنا عليه السوق كيف ما كيقولوا. داك اليهودي ولا كيجيب ليا كليان صحاح بحكم انه كان واصل وكان كيعرف ناس من الطبقه الراقيه. درنا انا وياه الفلوس ديال بصح، وليت كنبغي بنته وكان حماق عليها، ولكن ملي تقدمت ليها ما وافقاتش. قالت لي انا ما عندي ما ندير بواحد سحار ودجال في حال كيأذي الناس، ولكن واخا هكاك باها بزز عليها حتى تزوجات بيا. وبالرغم من اننا ولينا كنعسو في بيت واحد، ما عمرها ما خلاتني نقرب منها، وهادشي اللي خلاني نلتجئ للسحر. درت ليها سحر الجلب حتى ما بقاتش كتقول لي لا، ولات مطيعه ليا واخا ما كنتش حاملها تبغيني بديك الطريقه، حيت منين درت ليها داك السحر ولات بحال شي مونيكا عندي ما عندهاش اراده. اليهودي كان عارفني داير البنت وشي حاجه، ولكن ما اعترضش على هادشي. دازو تقريبا شي عامين، حملات مراتي ولدت ليا ولد، وهاد الولد هذا خرج في شكل كانت عنده كل عين في اللون، عين واحده زرقاء بزاف والعين الاخرى كحله، وكنت عرفت حتى هو غيخرج زهري وماشي عادي. ما بقيتش مرتاح في دار داك اليهودي، وقررت انني ناخذ مراتي وولدي ونخرجوا من تماك. هو ما عجبوش هادشي وقال لي حرام عليكم حتى كبرت عاد بغيتو تخليوني، بقاو معايا ونسوني. داك اليهودي كان بدا كيخسر في صحته. قلت لي لا ما عندي ما ندير ليك، اصلا ما بقيت كنستافد منك والو، واش دابا فهمتو وعرفتو درجه الشر اللي وليت فيها؟ ما بقيتش كنحن في البشر، واخا كيجيو الناس يطلبوا مني اللي يطلبوا كننفذ لهم داكشي بلا ما نحن، المهم انهم يحطوا لي الفلوس. من بعد زادوا ولادي الاخرين، كنت كنحاول ما امكن نبعد ولادي على هادشي، خصوصا انهم مازالين في سن صغير وكنت خايف عليهم، ولاو هما نقطه الضعف الوحيده ديالي. دازوا سنين، دازت الحرب العالميه الثانيه، وفي هاد السنين كامله كنا عايشين بخير انا وولادي، حتى كملت الخمسين وتماك الجن غيولي يتواصل معايا ويطلب مني باش نوجد ولدي الكبير يستلم داكشي اللي بديته انا، يكمل في الخدمه ديالي والعهد ديالي معاهم. انا ما عجبنيش هذا الشيء، خصوصا من بعد داكشي كامل اللي عشتو في هاد السنين، والقرابين اللي كنت كنقدم لهم في كل مره، والتضحيات اللي كنت كندير. صحتي قللت غير بسببه، كاع الحواس ديالي ضعافو وتقريبا خسرتو، وحتى من الامراض المزمنه ركبوا عليا. انا ما وافقتش على هاد الشيء وبديت كنفكر كيفاش نقض داك العهد اللي درت معاهم،
حاولت نتواصل مع ذاك اليهودي ولكن كان مات، وحتى من عمي مع الاسف. بديت كنحاول نقلب على شي واحد اللي متمكن واللي يقدر يعاونني، ولكن اللي كنتواصل معاه كيقول لي بلي مشيت في هاد الطريق وما نقدرش نرجع منه. دوك الايام كنت حاولت انني نبدا نصلي ورجع للطريق، دوك الطقوس ديالهم ما بقيتش كنديرهم، وحتى القرابين ديالهم ما بقيتش كنديرهم في الوقت. رميت كاع دوك الكتب اللي كانوا عندي، دوك التعازيم والطلاسم حتى هما حيدتهم من الدار. تصوروا معايا ملي كنبدا نصلي كنحس بشي حاجه ثقيله تحطات على كتافي لدرجه كنطيح على طولي. كانوا كيمنعوني انني نصلي ولا نقرا القران ولا ندير اي عباده من العبادات، حتى من الصدقه كنكون ناوي نخرجها حتى ما كنلقاش الفلوس بقات عندي. وليت غادي وفلوسي كيقلالو من بعد ما كنت اغنى اغنياء ديك المدينه. الجن ملي شافني ما بقيتش طايعو، اول وحده بدا بها هي مراتي. واحد الصباح لقيتها ميته في فراشه، الحما كامل عامر بالطبايع زورق، عينيها كانوا خارجين بحال شافت شي حاجه كتخلع. وهادشي ما غيوقفش هنا، حيت حتى انا ما رجعتش كنطيعو وكندير داكشي اللي بغاو. مشيت حجيت كنحاول ما امكن نكفر على دوك الذنوب اللي درت، ولكن ملي رجعت لقيت ولدي الكبير مات. اخوت هنا كيموت البطل اولا الجد ديال الشخص اللي عاود لي القصه، وعلى حسب ما كيقول بلي الاب ديالو وعمامو عانوا بزاف من مورا الموت ديال جدو، عاشوا ظروف صعيبه وتشردوا في الزنقه، كل واحد فيهم مشى للمدينه وتماك بداو حياتهم من جديد. وقال لي الوالد بلي جدي حسان مات موتة خايبة بزاف ولقاوه مرمي في واحد الخلا، اما دوك الكتوبة وكاع دوك المخطوطات اللي كانوا عنده غبروا في مرة وما عرفوش داكشي فين مشى ولا كيفاش تهز. حتى دوك الاملاك ديالو اللي كانوا عنده حيدوهم ليهم، وكانوا هادو غير شوية ديال التفاصيل من داكشي اللي عاش جدي حسان ومن داكشي اللي عاود ليا الوالد وعمامي. الوحيد اللي عارف القصه كامله هو جدي اللي مات وسروا معاه. من بعد الوالد وعمامي رجعوا تجمعوا قلبوا على بعضياتهم حتى تلاقاو، كنا احنا في ديك الوقيته تزادينا ودابا عايشين في مدينه واحده، وباقين فيما كنتلاقاو في الاعياد ولا المناسبات كنعاودوا على القصه ديال جدي حسن وكندعيو معاه بالمغفره. وكانت هادي هي قصتي وشكرا حيت سمعتوا لها. الخوت هنا كتسالي قصتنا ديال اليوم، كيف العادة اللي عنده شي قصة بحال هادي يقدر يخليها ليا في انستغرام. كنشكركم على حسن الاستماع، نتلاقاو في قصة جاية. السلام عليكم.